كاس البلد مع ستوب كاميرا ستوب كاميرا ستوب تصوير ستوب زعيم ستوب باسم ونو ايه ده نعيم حلاوي لا لا شو طعم حي 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 قالوا لي نعيم حلاوي ما عصايده ما قال ابو العبد انا انا ستوب تصوير زعيم كمان قالوا لي نعيم حلاوي عم بيعذبها لمنى ابو حمزه ايه والله كتير عم بيعذبك ما هيك كتير عم بيعذبك والله حلاوه والله اللي عامله حمص بطحينه لا يا ابو العبد طلعت علي بالعصايه يا ابو العبد تعال هون لوين رحت؟ تعال هون والله يا تعال هون تعال هون بلا عصايه هون لهون عاطي الخبر عاطي الخبر لحد ثلاثة يا ابو العبد شل السلاح وين هلا اثنين ثلاثة ما حدا بالدنيا بعذبها لست منى شكرا يا ابو العبد ما بعذبها يا سيدي ما بعذبها قدم الطاعة ايه قدم الطاعة كيف بقدم الطاعة؟ قدم الطاعة تحية وهيك خلص كثير عم بيعذبني بعرف وصل لي خبر بقيت الجيلة جاي اليوم خصوصا مشان هيك ابو العبد بقاشر فيني بناقر فيني بشتتني انا وعم بحكي ممنوع ما دارك شي ما عم من يوم وريح ممنوع كلهم هولة بالخيزرانة يا عمي مش شايل له ابو العبد وعزة ربي بالخيزرانة يا حلاوي بعد لك حمص بطحينة يسلم قلبك يا ابو العبد يسلم قلبك خلاص سميح حيطاتك لو وصل سميح وعد وعد عود 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 كيف عود تفضل ابو العبد أكسسوار يا أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد شبارو بشرفنا وجودك بالبرنامج طعب عظامي مع أحليك والله يا استاذ محمد هيدا اخر الدواء الكي هيك كان بده طبعا هيدا هيك كان بده قد ما عم قطع قطع قلبه لنعيم هلا بطل يعرف لا يرقص ولا يعمل شيء هي الفوطه كثير هيدا بس الخيزراني شكل هيك الواحد لما يشوفها خيزراني بتوجع بتلوح هيدي خيزراني نحن وصغار هيدي سبع تكات يعني هيدي اذا بخرطشها رفال بتطلع تعمل صوت تعمل صوت بالهواء تعمل صوت والله ما جربتي بس بتعمل طوس والله طوس ولا صوت لا صوت يا استاذ محمد نحن وصغار كانت امي تستعمل قضيب الرمان هيدا هو هيدا هو قضيب الرمان هيدا هو الخيزران هيدا هو بزيته رحب بهول كثير كثير حلوين انت بتجنني انت خليلي اياك مش بس انا حبي الكل بحبوكي خليلي اياك ابو العبد وهلا رح نشرح كمان عن هيدول اللي هن لهم قيمتهم المعنويه الكبيره محمد شبارو توت على الوصله كتب لك ابو العبد مع استعمال الخيزراني بالداخل بالداخل والخارج لازم طبعا 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 خصوصي الداخل لازم ياي شو بدهم خيزرانات في ناس كثير بدهم فلقه ناس كتير يلي ما بدهم فلقة بنعضوا عصابين محمد شبارو أهلا وسهلا فيك انطلقت من عالم الصحافة المكتوبة لعالم التمثيل لتحقق شهرة واسعة من خلال شخصية أبو العبد البيروتي اللي انطبعت بذاكرة اللبنانيين بعد ما أخذك رفيق عمرك الراحل الكبير وسيم طبارة للتمثيل في تنهيدة وبعتقد كلنا افتقدنا لوسيم طبعاً طبعاً طبارة ورحل باكرا يعني خسارة كبيرة وسيم عن جد خسارة كبيرة كبيرة كثير لا تعوض صحيح انت من مؤسسي الشانسونيه بلبنان بالستينات برصيدك 19 عمل مسرحي بلشوا بكلنا على الوطن وبعدنا كلنا على الوطن لهلا يعني وانتهوا بالحق عليك من بعدها انتقلت لتنظيم وتقديم المهرجانات واللي كان اخرها الفستيفال دورير اللي قدمته سنه 2002 بوسط بيروت التجاري برعايه الام تي في سنه 2004 سافرت على كندا بزياره وهالزيارة ظلت تمتدت على 10 سنين نعم يعني شو اللي قعدك هونيك ملغما أخاك لبطل رحت كان عندي كونترا مش إن شهر رمضان نعم
وخلص الشهر هذا بكندا، وعملت اتصالاتي بامريكا، عملت تورني بامريكا مع مصطفى قمر وديانا كارازون. اصحابي بموريال كان صاروا زمان ما شافوني، والسفير الله يرحمه ريمو بعقليني قالوا لك ارجع لنا، ارجع لنعيد سوا هون معك فيزا. رجعت فعلا، وكان في صديقي رجل الاعمال سعد طعمي الله يرحمه توفى من جمعتين، بوجه تحيه لعائلته كمان الله يرحمه، هذا خساره كثير كبيره. سعد طعمي وقالوا لي خليك هون عيد معنا، ورجعت على نوال وراسين عيدنا بموريال، وكانت فيروز وقت عم تقدم بالبلاس ديزار على حضار فيروز ونزل، وفعلا حضرنا فيروز وقتها مع السفراء، وعم وصل السفير كان نازل بالاوتيل اللي انا نازل فيه، بقى قال لي نزال بكره نتروق سوا بالزواده، ونحن عم نتروق حاطين تلفزيون، قال توفى الرئيس الحريري. ايه كان نهار تاني بتذكره ب 14 شباط. صح. بقى وقتها السفير قال لي ما تنزل هلا، كنت عم هي غراضي نازل يعني، قال خليك ما تنزل لانه بدنا نشوف شو حيصير تحت، حتخرب القصه. قلت له ابو عبده انا ما جاي هجره لهون، جاي عندي كونترا. وصدق السفير للاسف. اي اي اي. وبقيت بالاوتيل عند سعد طعمي الله يرحمه، وعبينا انه لطرق القصه، وصار ورا بعضها وقت بتذكرها السنتين كانت كثير عنيفه. أسست شركتي هونيكي وبلشت حتى ما أمره إن أبيرسيو بكندا، يعني بلشت أعمل شغلات للبنان، لأن بتعرفي نحن محل ما بنروح اللبنانيين بضل عنا لبنان بقلبنا جوا بالصميم. صح. عملت بالأول جاب لي موندا سفير من مس ليبان مس إميغرنت هوني، لأن كان صاروا سنتين بفتش على ناس يعملوا هونيكي مس إميغرنت، ما كان بلاقي ناس بالمستوى. بعد 7 سنين عملت هيك مثل إعلان صغير كتبت عليه مس ليبان كندا ايفينمون ملتي كولتورال، وحطيت اعلام الدول اللي اشتركت معي بهالهيدا. بعدين قلت بدي طلع الهنود الحمر، سكان البلاد الاصليين هول الانديجان، هدول اللي هن الانديجان. يا عيني عليك شو هالانسان المثقف، يا انديجان هيدي كلمة مظبوطة. بعض من يلي عندك يعني برافو الانديجان. قلت انا بدل ما اطلع دبكه لبنانيه لشوف التراث تبع البلد، طلعوا على المسرح وصرت ابرم بهالريزيرف، وكثير ناس يخوفوني شو بدك فيهم، انتبه لهم هولي هنود شرسين وهولي اجريسيف وهولي كذا، مغلق يمكن مجتمع كثير مغلقين على حالهم، وهي يعني هن صراحة لهم الحق بعد كل اللي صار فيهم يصيروا مغلق. كأنك عم تقري بافكاري انت يعني. مش معقولة. نعم. الناس صار هيك بعد ما تعرفت عليهم قد ما اضطهدوهم وعملوهم مثل الكلاب بامريكا وبكندا. صح. لحد ال 1984 لمضيوا معهم معاهدة إيمانيتير إنسانية. نعم. إنه بيعترفوا فيهم كبشر. نعم. من بعد 500 هيدا البلاد اللي بنعتبرها متحضرة نحن. نعم. ضل عندهم تعلقهم بالأرض تبعتهم. نعم. وتعلقهم بتراثهم. نعم. مشان هيك لما تعرفت عليهم أنا تو سامبلومون قلت لهم بدي أقدم تابلو هندي. نعم. أوتوكتون. نعم. بسهرة لبنانية عم بقدم فيها من كل الدول لنفرجي العالم other communities اللي زارت الكوميونيتي. صح. يتعرفوا عليكم بتراثكم. نعم. بفنكم. وبتقول انه هن لقوا اشياء مشتركه بين الحضارتين، يعني بين الحضاره اللبنانيه مش هن لقوا، انا نبشت فيهم. هلا ايه هلا بحكي لك بقى اجوا هن انبسطوا باللي اعطيتهم اياه. كثير انبسطوا، كثير انبسطوا لما حضروا الحفله، كثير انبسطوا. ثاني يوم بتلفن لي صديقي انا. نعم. اللي هو ميديوم وسبيريتويال، بيقول لي تشيف بعد مرته لما بيجي هو تشيف يحضر حفله ما بيعرفها. نعم. كثير انبسطت وبيعزمك تيجي على الباو تبعهم، باو يعني الفستيفال. نعم. تبع الهنود بيسموه باو واو. قبل ما اطلع انا قال لي نحن عندنا عاداتنا، لازم اول ما تسلم على التشيف تكون. نعم. عندك شقفه حمراء فيها تامباك جوا بتقدم له اياه بتسلم عليه. نعم. لانه التامباك بالنسبه لنا بيطرد الارواح الشريره. مشان هيك علاقتك انت والتشيف بصفي على طول صافي، ما في ارواح شريره. نعم. بس اول مره. نعم. قلت له اذا انتم تراديسيون عندكم تقاليدكم نحن بتقول نحترمه. هيك نحن تقاليدنا بتقول نحن لما بنحترم حدا نشرح عبايتنا بنلبسه اياها. نعم. وقعد فتش على عبايه بموريال. بس شو قصه التمبك؟ هن التمبك تبعهم سبيريتويال، لانه هيك هذا الكلمه سبيريتويال تبعهم يلي عمل لي تشيف لإلي. وحط لي عليه من هون، ما بعرف اذا الكاميرا بتحضرها، الارز اللبنانيه. الارز اللبنانيه هون حفر عليه، انا حجر جرانيت هيدا مبين. ايه حفر عليه الارز اللبنانيه هون، ومن ميلت الثانيه البروفيل تبعه حتى نعرف
نعرف اكثر وبطريقه كونكريت عن شو عم تحكي، خلينا نشوف سوا هالبلاير او الفيديو اللي جاب لنا اياه من الريزيرف الانديه. بلاير باسم او العادات اللي طقوس. عندهم لما طقوس. اجوا بده يعملوا ديرني رمو يعني من شي 3 سنين عملوا شيء اسمه فونداسيون ميتيس دو كندا. شو هي الفونداسيون هذه؟ طلع الستاتستيك بكيبك نعم انه 80% من شعب كيبك سون دي ميتيس. قرروا يعملوا فونداسيون اسمها فونداسيون ميتيس دو كندا. لهالسبب هيدا ليجمعوا الميتيس ويعملوا بطاقه وشجره عائله وشغلات. نعم. وكانت اول فونداسيون بتنعمل بقلب ريزيرف تابع على قانون الريزيرف تبعهم. نعم. وهيدي كانت فيها 4 اوتوكتون وواحد محمد شبارو. نعم. اليوم رح يعطوك الهويه الاوتوكتون. مش هويه، يعني انا هلا صرت هن كل واحد بيشتغل لهم او بيتجانس معهم. نعم. بكرموه. نعم. كرموني اول شيء اعطوني النيك نيم اسم. نعم. هندي. نعم. موهاواكي. هلا نعم. بيعطوا لي كلهم موهاواكي. نعم. و شو معناته؟ شو معناته؟ له معنى بكون عارف اسمه الفلاينج وولف بالنسبة لهم، الذئب الطائر. نعم. حلو. بس هو قريب لمحمد مو هواكي، عرفتي كيف؟ نعم. لقوا انه في ريم بالقصة عملوا شيء يعني هيك نيك نيم مشترك. يعني انا اذا بسموني نعيم حلواتشاني. حلواتشاني اي مو هواكي، يعني في الاسم كثير من التحليق وفي من من البطولة كمان الذئب، يعني الذئب. طب في حدا يلتحق معكم اذا راح كندا؟ يعني مين ما كان بيقدر يفوت فيها هيدي؟ فيك بدك تمرق بواسطة بس. بواسطة عن طريقها. مين قال احلى من الواسطة؟ شو اسمك قلي شو اسمك يا شاغل هالناس بحسنك، شو اسمك قلي شو اسمك يا شاغل هالناس بحسنك، كأنه قلبك بعده ماضي ماشي معي لعند راضي تعبت لك قلبي باسمك، شو اسمك قلي شو اسمك يا شاغل هالناس بحسنك. كنا بنقلها للصبوحة لو بعدها معنا مهواكي. أنا ما شايف أذكى منكم بالإعداد بالبرنامج الناجح، لأنه برنامجكم منشاف كثير هونيك ومحبينكم كثار. الحمد لله. وأنت محبينك كثار. الحمد لله. بوجه لهم تحية كثير كثير كبيرة. لكل وأنت خصوصي ست منى ممنوع الغلط معك، هي وحدة، وحدة ثانية الفريق الإعداد كله نعيم والكل بحفظ الألقاب. انا شاتي مجروحه بالام تي في لانه جهاد وميشيل بعرفه من ايام الاشرفيه، عندكم مشوار طويل كمان ايه وترافقتهم، وجابرييل الله يطول بعمره، هدول جميع اولاد عائله عملوا مؤسسه اعلاميه ما وراهم حدا، ما حدا مدعمهم، عم بيشتغلوا اللبناني. بالعكس في ناس حاربوهم كثير. طبعا طبعا. نعم. حاربوهم كثير، بس هن يا جبل ما يهزك ريح. صح. بوجه لهم الف تحيه والله يقوي كمان. شكرا شكرا باسمهم بتشكرك باسمهم شكر كبير. ليش قررت ما بقى تمثل شخصية أبو الهبل؟ قررت ما بقى أمثل، أنا ما قررت ما بقى أمثل، أنا عملت بأول 7 سنين بكندا عملت شي 130 حفلة ستاند أب كوميديان. نعم. حتى وسيم الله يرحمه آخر مرة حكيت معه كنت عم بحاول شده لعندي يغير. نعم. جو شوي لأنه كثير كان ديبرست. قال لي شو عم تعمل محمد؟ قلت له عم بعمل مونولوج ستاند أب كوميديان. قال لي كيف مونولوج؟ قلت له قال لي قد ايه طوله؟ قلت له ساعة ونص. قال لي يا مان ساعة ونص مونولوج لوحدك؟ قلت له بلاش بربع ساعة، صرت طوله شوي شوي مع غنيتين بالأول وبالآخر. ساعة ونص على المسرح لوحدي، حتى اضطريت أعمل بالنص قصيدة جد بريك صغير لأن العالم يقول لي دخيلك بليز ما عاد فينا. صرت أقطع المونولوج بالنص أعمل قصيدة جد لأريح الناس. صح. هي مثل السوربيل بيعطوها بين الـ بين مثل السوربيل بين الاكلات. شو السيدة هذا عندك أبا. مثل السوربيل مثل السوربيل حتى تغير طعمها ابدا. هيدي السوربيل تبع المونولوج بقى
قلت له وسيم الكل عم بيطالبوا فيك هون والسفيرنا بدي كرمك وحكيت لفيل دو موريال كمان بدي اعمل لك تكريم تعال هون حبعت لك دعوه انا تعمل انت مونولوج نص ساعه وانا بعمل مونولوج نص ساعه وبنعمل ديو انا وياك نص ساعه كثير بنعمل تورني بكل كندا صار عندي كثير علاقات بكل كندا وبننزل على امريكا كمان قال لي قول لهم لكل اللي عم بيسالوا عني عن وسيم طبارة بطل في يطلع برات كفر حبيب ساكن بكفر حبيب وقت عرفت قد ايه كان ديبرس بعد جمعتين توفى الله يرحمه انا صار لي الحظ انه اعمله زياره بالبيت واتعرف عليه عن قريب وشوف العصافير اللي عنده انسان رائع ومتواضع وذكي كثير من شان وسيم طبارة بطلت تعمل هالشخصيه جزء كبير لانه اساسا ست منى مشان وسيم طبارة بطلت اجي على لبنان لانه انا لما توفى انكسر ظهري ما كان فيني اجي كنت مقدم ورائي انا وتلفنت عزيت الاستاذ بهيج صديقنا خيو استاذ رياض معالي الوزير وكنت عم ببكي على التليفون وبعدي لهلا بس اتذكره ببكي لانه انا وسيم عشت عمر كنت عم بتقول لي قبل شوي انه بالستاند اب كوميديز كنت بلش بغنية وتختم بغنية نعم بنستاهل نحن نسمع شي وحدة منه الغنية ما حافظها كثير غنية الاوفرتور بتقول غنية ابو عبد يعني والاخرانية السياسية ما بتطلع على الهواء ايها طيب اللي بالاول الشعر تبعت الاخرانية ولا نبلش بالغنية الاولانية بقول فيها وين رجالك يا بيروت بدلوا تراثك ببرغوت برغوت الفرنك التركي القديم يعني اقل من الفرنك وين رجالك يا بيروت بدلوا تراثك ببرغوت ناس برا وناس تفوت ناس تعيش وناس تموت أخذوا الأسواق والبيوت بلعونا مثل الحوت وبيعونا بسوق البرغوت ديعان رجالك يا بيروت بسام تمام الغنية مش مذكر منها شيء بلا أهلا وسهلا بالحضرين بقهوة أبو عبد كافي بوزكت رجالاتين كلكن هضامي وخفه ناكل كشك ناكل تين ارجيله وقهوه شفه واللي مقضاها رجيم من صحن الغمه ندفه من صحن الغمه بدنا نعرف بعد الغمه صحن الغمه ندفه مهم تكونوا مبسوطين بقهوه ابو عبد كافي بالإضافة لكل هالشيء عملت كتاب نكت أبو العبد بالفرنسي والعربي قدرت ترجمه منيح للفرنسي أنا كنت عامل واحد هون إنجليزي عربي هذا عملته أول ما وصلت عمل لي افتتاحيته سفيرنا ريمو بعقليني وحط أمبلام السفارة نعم قلت له أبو عبدو هذا نكت كتاب نكت يعني طابع السفارة قال لي أنا السفير أنا بقرب نعم هذا كتاب نكت كتاب تراث والموضوع الثاني تراثنا عايش فينا التراث الشعبي نعم للمرحوم سعد طعمي اللي هو له فضل كثير علي هو رجل الاعمال اللي له فضل على جالي كلها بيطونيك يعني مش بس علي انا صح هو اللي مول الكتاب يمكن هو عمل سبونسر مساهم بتمويل الكتاب ومساهم ببقائي بكندا هو مضالي الولاء الله يرحمه اهداء لك وتضلي بصحتك شكرا كثير قيمته كبيرة وغالي كتير ونحن بدنا نعزي عائلته الله يخليك والله يرحمه لأنه هيك أشخاص هن اللي بيخلوا اللبنانية يتكاتفوا برا وبيدعموهم لحتى يقدروا يستمروا محمد شبارو بدنا نعمل لك هيك سلسلة أسئلة سريعة وأنت سريع البديهة يعني ما انفضنا من الأسئلة لا أنت سريع البديهة لنشوف هيدي بين بون لعيونك شو بدك بصير يتسلم لي محمد شبارو وانترفيو المستقبل محمد شبارو وين بتشوف حالك بعد 5 دقائق؟ بعد 5 دقائق بالفرشة لا 5 دقائق ما بكون لك حق يعني إذا خلصنا هون لا 5 دقائق بعد 5 دقائق أكيد معكم على البلاتو أوكي 5 ساعات 5 ساعات بالفرشة بالفرشة بعد 5 أشهر بدي يكون بكندا إن شاء الله بكندا بعد 5 سنين 5 سنين إذا الله راد إذا الله راد وهالسياسية عنا الله فتح عليهم بدي يكون بلبنان أكيد إن شاء الله عنده غير شيء اوكي عرفنا انك جايب له شيء لنعيم معك
انا جايب له معي شيء غير الخيزراني وغير لا ولو هذه مسحه كانت تستاهل الدنيا كلها. انا حابب اني شوف شكله اذا كيف بيكون اذا كان هندي او لا. اه اوكي بس عجل عجل ما تستحي نعيم ما تستحي يلا نعيم يلا قوم انت انا شو دخلني لقلك شغل حلو كثير هو هيك هيدا خيا لبوكاهانتس صار خيا لبوكاهانتس حوالين النار لازم نعمل هلا هلا انا مبسوط فيها